أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة ردود الأفعال الدولية والمحلية على خطوة إشهار المجلس الانتقالي الجنوبي. عبرت الجامعة العربية عن انزعاجها الشديد من التطورات الأخيرة في اليمن، وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط دعمه الكامل لوحدة التراب اليمني، داعيا كافة أبناء الشعب اليمني إلى التضامن والتكاتف في هذه اللحظة الصعبة من أجل تجنيب البلاد مخاطر الفرقة والانقسام. واعتبر أبو الغيط أن فتح جبهات أخرى في ظل الظرف الحالي يضيف إلى عوامل الشرذمة وتفتيت الساحة اليمنية. يأتي هذا بعد يوم من إصدار مجلس التعاون الخليجي بيان أكد فيه الدعم الكامل لوحدة اليمن، داعيا إلى نبذ الفرقة والانفصال والالتفاف حول الشرعية لبسط سلطة الدولة وسيادتها واستعادة الأمن والاستقرار. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: كيف يمكن لردود الأفعال الحد من تصاعد المشاريع الخارجة عن الإجماع الوطني؟ وهل لا يزال المجلس الانتقالي الجنوبي قادر على البقاء بصيغته الحالية، أم أنه سيواجه نفس مصير المجالس السابقة التي بنيت كما يقول البعض على الأهداف ذاتها؟ أخيرا حسم مجلس التعاون الخليجي الجدل بشأن أحداث عدن، تجديد للموقف المبدئي الثابت تجاه وحدة وسيادة اليمن والحفاظ على أمنه واستقراره. استغرق الأمر يومين حتى اتضح موقف أهم تكتل عربي معني بمجريات الأحداث في البلاد. منذ اتفاق المبادرة الخليجية وحتى اليوم لم يتغير هذا الموقف، لكنه تعرض لاختبار صعب بعد الإعلان عن مجلس انتقالي جنوبي في عدن تحت الحراسة المشددة للقوات الإماراتية. جميع التحركات لحل القضية الجنوبية يجب أن تتم من خلال الشرعية اليمنية والتوافق اليمني الذي مثلته مخرجات الحوار الوطني. هذا ما أكد عليه البيان الصادر عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني، الذي دعا كافة مكونات الشعب اليمني في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ اليمن إلى نبذ دعوات الفرقة والانفصال والالتفاف حول الشرعية لبسط سلطة الدولة وسيادتها واستعادة الأمن والاستقرار في كافة مناطق اليمن. موقف واضح لا لبس فيه، على نحو يضع ما أسماه الحراك الانفصالي مجلسا انتقاليا جنوبيا في زاوية النسيان كفعل معزول ومدان. على الرغم مما أحدثه من خدش في مصداقية التحالف العربي ونزاهة دوره الذي انبنى على شرعية الرئيس هادي وسلطته الانتقالية وعلى الثقة الكبيرة للشعب اليمني بهذا التحالف. على مدى يومين تداعت المواقف الداخلية والخارجية وانفرطت قائمة المجلس الانتقالي المعلن من قبل عيدروس الزبيدي. وزراء ومحافظون نأوا بأنفسهم عن هذا المجلس وأعلنوا تمسكهم بالعمل تحت مظلة الشرعية. وعلى المستوى الخليجي حدث تحول لم يكن يألفه المشهد الإعلامي الذي اتسم بالحساسية تجاه مهمة التحالف في اليمن، فقد تصاعدت نبرة الخطاب من جانب صحفيين ومعلقين خليجيين تجاه ما يحدث من تجاوزات، وذهب البعض إلى الحديث علناً عن خلافات غير منظورة بين أهم قوتين في التحالف على خلفية الترتيبات الأحادية للإمارات. المراقبون يرون في هذا الضرر الذي أحدثه مجلس ذي طبيعة انفصالية في عدن نفعاً قد تدب بسببه العافية مجدداً في جسد المشروع العربي الذي عانى كثيراً خلال الفترة الماضية. أبدأ بالنقاش مع ضيفنا من الولايات المتحدة الأمريكية المحلل السياسي اليمني أحمد الصالح. أهلاً بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا ومرحبا أستاذ أحمد. بعد بيان مجلس التعاون الخليجي وما صدر على لسان أحمد أبو الغيط، ما هي فرص استمرارية المجلس الانتقالي الجنوبي؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساء الخير على السادة المشاهدين في كل مكان وضيوفك. شكرا لك. دعني أبدأ حول تقريركم. في الحقيقة أنه إحنا تعودنا من قناة بلقيس والتي نكلها كل احترام وحب وتقدير بأن تكون نوعا ما فيها ميزة كبيرة جدا أو تميل دائما إلى المهنية أو جزء من المهنية، على الأقل أفضل من القنوات الأخرى. التقرير مجحف إجحافا كبيرا وليس منطقيا، وليس لديه أدلة حول كلام أنه هناك وزراء قدموا استقالاتهم وغيره. تعودنا من قناة بلقيس عندما تأتي بشيء تأتي بالدليل. طيب حتى نتناقش في ملاحظاتك. دعني أكمل فكرتي. لا سأدعك أستاذ أحمد حتى نتناقش في ملاحظاتك، لو تسرد ما هي الملاحظات أو المآخذ التي ربما رأيت فيها تجنب للمهنية من قبل قناة بلقيس، استقالة أو نكران. نعم.
ماذا؟ نعم نعم، عندما تقول بأنه بدأ يفرط الحبل حول موضوع أعضاء المجلس الانتقالي الأعلى وأن هناك استقالات وتباينات ومن هذا الكلام، هذا الكلام غير صحيح. المجلس لازلنا على تواصل إلى قبل لحظات مع معظمهم بتواصل شخصي، أتكلم لك حتى على المستوى الشخصي. الجميع يؤكد، قبل لحظات أصدر محافظ حضرموت اللواء أحمد سعيد بن بريك بيان أكد فيه بأن المجلس الانتقالي الأعلى هو السلطة الوحيدة في الجنوب، وبالتالي من المعيب على قناة مثل بلقيس التي يكون لها الشارع كل احترام وتقدير بعيد عن الاختلافات السياسية أن تتبنى تقارير بهذا الشكل التي ليس لها حقيقة. طيب. أبداً، نحن سننقل الحقيقة. لو أحد من أعضاء المجلس الانتقالي قدم استقالته، هذا وارد طبعاً في أي مجال سياسي. طيب. أو عملي أو حزبي، فسنتكلم نحن وسنقول. طيب أستاذ أحمد، ماذا عن المذكرة الصادرة من مكتب لطفي با شريف وزير الاتصالات؟ ماذا عن بيان عيسى عبد الله العفرار؟ ماذا عن ما صدر عن محافظ سوق قطرة؟ غير صحيح، كل ما صدر هي عبارة عن بيانات وشعارات ملفقة لم تثبت حقيقتها من أحد أبدا. الوزراء موجودين وهواتفهم موجودة، بإمكان قناة بلقيس الاتصال بهم بشكل مباشر الآن، وأنا أحدثك اتصل أو كلم الكنترول الأخوة في البرامج يأخذون رقم با شريف أو السقطري أو أي أحد من الوزراء اللي موجودين أو أفرار ويتصلون به الآن وسيرد عليهم وسيخبرهم. طيب خلاص، هذا التزوير على الآخرين. نستطيع اتهام أنه فلان استقال، لكن هذا غير صحيح. قناة بلقيس عهدنا منها المهنية، قناة بلقيس إلى جانب عديد من وسائل الإعلام هي تناولت هذه المذكرات وهذه البيانات الصادرة. طيب نختلف في التوجهات، نعم، لكن ربما أستاذ أحمد هذه البيانات التي نحن اعتمدنا عليها وباقي وسائل الإعلام في النفي أو الإثبات هي انتشرت وتعاملت مع كل وسائل الإعلام. ماذا عن المواقف الواضحة الآن والصريحة، موقف مجلس التعاون الخليجي والجامعة الدول العربية، فرص نجاح واستمرارية المجلس بعد هذه البيانات؟ لا زالت تلك البيانات في سياقها الطبيعي جدا والروتيني العام التي تصدر والتي يجب أن تصدر في الحقيقة. لا نتوقع نحن في المجلس الانتقالي الجنوبي، لا نطلب من أحد الاعتراف بنا لأننا لا نشكل دولة، نحن نشكل مكون سياسي موجود على الأرض، وبالتالي نحن لا نطالب باعتراف من أحد. الشيء الجميل الذي يفترض به أن نأخذه من هذه البيانات أنها لم تدين قيام هذا المجلس، لا بيان مجلس التعاون الخليجي ولا بيان جامعة الدول العربية. وبالمناسبة هي نفس البيان الذي صدر من هذا المجلس هو نفس البيان الذي صدر في 94 والذي أكد أن لا وحدة بالقوة، وكذلك نفس البيان الذي صدر من جامعة الدول العربية في عام 94 في شهر يوليو نفس البيان، وحتى ما بيانات مجلس الأمن كذلك إن صدر قد نتوقع يصدر بيان أو قرار من مجلس الأمن. كل هذه الأمور تظل في الإطار الروتيني أو الذي يجب أن يحصل إعلاميا وسياسيا على المستوى العام. لكن دعني أقول لك حول الموضوع العام الذي حاصل اليوم. المجلس الانتقالي رئاسته وقيادته تلقت دعوة كريمة من المقام السامي في المملكة العربية السعودية واللواء عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي ونائبه الأستاذ الشيخ هاني بن بريك موجودين في الرياض بدعوة كريمة، ويتباحثون مع قيادات عليا في المملكة العربية السعودية، وهم أيضا على موعد مع ولد الشيخ المبعوث الدولي، وهذا ما يجعل المجلس الانتقالي يسير بخطى ثابتة إلى طريق صحيح. هذا المجلس لم ولن يكون موجه ضد أحد أبدا، نحن نكن لكل الأطراف السياسية التي تتشارك مع الشرعية كل احترام ود وتقدير، وأكد البيان في إصداره بأنه يؤمن. طيب بالشراكة مع خبر مغادرة عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك عدن إلى الرياض، كانت هناك آمال لدى الكثيرين بأن يحظى هذا المجلس بدعم خليجي، لكن ربما حصلت المفاجأة وجاء من الرياض بيان وصفه البعض بأنه صادم للمجلس الانتقالي الجنوبي. هل ما زالت هناك آمال معلقة على مجلس التعاون الخليجي، وخصوصا أنه كان هناك وضوح في البيان أنهم لا يدينوا كما تقول لكنهم يرفضوا أي مشاريع وصفوها أنها تشتت الجهود الآن وتشتت جهود التركيز على المعركة الحالية لدول التحالف العربي في مواجهة واستعادة الدولة ومواجهة الانقلاب؟ يا سيدي العزيز، قلت لك بأن هذه البيانات هي الروتينية التي يجب أن تصدر وستصدر من كل مكان. للأسف الشديد عن بيان مجلس التعاون الخليجي الذي يضم فيه 6 دول تكلم عن الوحدة اليمنية وأقرها، ولا زالت الأطراف الحزبية التي موالية للشرعية تتهم بعض دول التحالف بأنها ضد الوحدة اليمنية مثل الإمارات العربية المتحدة، وهذا تناقض في الأطراف السياسية اليمنية. أما هذه البيانات بالمناسبة، نحن على الأرض ونحن من نتحدث سيتعامل معنا الآخرين عندما نفرض احترامنا لهم وتبادلنا معهم بما يخدم مصالحنا دون التدخل في السيادة الوطنية أو في الخصوصيات والمبادئ والثوابت الوطنية. نحن نحترم الكل، نحن لازلنا والشعار الأساسي الذي رفعه المجلس الانتقالي هو الشراكة الحقيقية مع دول مجلس التعاون الخليجي ومع التحالف العربي ضد المد الإيراني وإسقاط الانقلاب، وهذا مبدأ ثابت. وهذا طيب سنعود للنقاش في هذه النقطة. أشرك معنا من الرياض الدكتور نجيب غلاب، ثابتا على ورق طبقناه مبدئيا على الأرض وحررنا الأرض كامل، بينما المناطق الأخرى
لم تشجب لا كتابيا ولم تحقق شيء رغم الامكانيات. اكيد يحسب لابناء المقاومه الشعبيه الجنوبيه وقوفهم مع مشروع استعاده الدوله ووجودهم في هذه المعركه الوطنيه، لكن في الاخير هم ضمن المشروع الوطني ومشروع الشرعيه والتحالف العربي. ساعد لك استاذ احمد الصالح، لكن نشرك معنا من الرياض الدكتور نجيب غلاب رئيس مركز الجزيره للدراسات العربيه. اهلا بك دكتور نجيب غلاب. هناك من يقلل من قيمه هذه البيانات الصادرة سواء عن جامعة الدول العربية أو أيضا عن مجلس التعاون الخليجي، إذا كنا نتحدث عن بيانات أنها مهمة وتستطيع فرض شيء على الواقع، هناك بيان وقرار من مجلس الأمن لم يفعل شيء. ما أهمية ما صدر عن مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية؟ أولا هذا هو سياق طبيعي هذه البيانات، لأنه لا يوجد اليوم يعني ولا بيان ولا وثيقة لا في الخليج ولا في الجامعة العربية ولا منظمة المؤتمر الإسلامي ولا في الأمم المتحدة ولا في دولة من دول العالم إلا وهي تؤكد على وحدة وسيادة الأراضي اليمنية. هذه مسألة ثابتة من الثوابت يعني الوعي العام في الرأي العام وعلى المستوى الرسمي وعلى المستويات الشعبية داخل المجال العربي بشكل عام. يعني هذه المسألة يعني فقط هو يعني عملية التأكيد من هذه البيانات هو تأكيد المؤكد ليس إلا وبالتالي هذه البيانات هي رسالة فقط للمجلس الانتقالي أن الأمور تم يعني أصبحت تسير بطريق متعارض مع أهداف المعركة مع المبادئ الأساسية التي نصت عليها كافة المرجعيات والبيانات والتصريحات الرسمية من كافة الدول ومن كافة المنظمات الحكومية وغير الحكومية فيما يخص مسألة أنه اليمن تمام. مع إعلان تشكيل هذا المجلس في عدن تصاعدت وتيرة الأحداث وتطورت بشكل سريع، هل هذه البيانات وهذه المواقف الخليجية والعربية ربما تحد من التسارع في هذه الأحداث والتطورات؟ ليست ردة فعل يعني وإنما هي تأكيد المؤكد ليس إلا هذا أولا. المسألة الثانية الأخ أحمد الصالح يقول أنه تكوين سياسي، وإذا كانت المسألة تكوين سياسي فما في اختلاف نهائيا ولا في حتى تناقضات مع المرجعيات. ما تم تأسيسه من خلال البيان هو مجلس انتقالي حاكم، وبالتالي هو حاكم لشؤون الجنوب الداخلية والخارجية، وصيغة البيان وقرار رقم واحد ويعني هو ليس تكوين سياسي. التكوين السياسي ما كان أبدا بالإمكان أن يثير جدل أو أن يثير ردود فعل من الأطراف من دول التحالف ولا حتى من الحكومة الشرعية. وهذا فعلا ما أكده محافظ شبوة أحمد لملس، قال بأن هذا المجلس الانتقالي هو حامل سياسي للقضية الجنوبية، يأتي ضمن أهداف التحالف العربي وأيضا لا يتعارض مع الشرعية. إذا كان حامل سياسي هذا المسألة لا يعني لم يختلف معهم أحد، لكن المسألة ليست حامل سياسي، هو فرض سلطة أمر واقع، وهو من ناحية فعلية حالة انقلاب على الشرعية بشكل كامل يعني محددة. طيب الأحزاب. طيب نعود إلى الموقف الخليجي، هل موقف مجلس التعاون الخليجي الذي جاء على لسان عبد اللطيف الزياني هو موقف شامل يمثل كل الدول الست الخليجية، أم ربما البعض يقول أنه ربما يمثل فقط وجهة النظر السعودية باعتبارها ذات الثقل الأكبر داخل المجلس؟ لا أعتقد نهائيا هو يمثل كل دول التحالف بلا يعني دول الخليج كل لها و... طيب. والجامعة العربية ما صدر عنها يمثل كل الدول العربية. طيب ما الرد المنطقي لمن يهاجم بعض الأطراف داخل مجلس التعاون الخليجي ويتهمها بالوقوف وراء هذا المجلس؟ أعطاني تصريح رسمي واحد لمسؤول خليجي يؤيد فكرة الانفصال، لا يوجد. لا أقصد الأطراف اليمنية التي تتحدث وترفض وتوجه أصابع الاتهام لبعض الدول داخل مجلس التعاون الخليجي بأنها. ما أعتقد الإمارات لها رؤية معينة فيما يخص مسألة تنظيم وإدارة إدارة المناطق المحررة وكيفية إدارة المعركة. هذا الاختلاف مسألة طبيعية وهي مختلفة مع الشرعية فيما يخص هذه المسألة. أما مسألة المبادئ الأساسية والأهداف الكلية للمعركة لا يوجد اختلاف.
طيب أعود لضيفي من الولايات المتحدة الأمريكية الأستاذ أحمد الصالح. أستاذ أحمد الصالح، إذن المجلس الانتقالي الجنوبي كما يقول البعض هو حامل سياسي للقضية الجنوبية، لا يتعارض مع الشرعية وأهداف التحالف العربي، لكن في ذات الوقت يتحدث عن أنه من يملك القرار والكلمة داخل الجنوب، من يتحكم بالأرض ولديه المفروض السلطة الواسعة لاتخاذ أي قرار يخص أبناء الجنوب. كيف يستقيم الأمر والحديث؟ لأن البعض يرى في هذه التصريحات يقراها أنها تناقض. على العكس يا سيدي، هناك للأسف بعض الأطراف والأحزاب المأزومة التي للأسف الشديد تدعي بأنها تقف في صف الشرعية، تريد النظام السابق والدولة العميقة للمخلوع صالح أن تعود مرة أخرى إلى عدن، وهذا لن يحصل أبدا. البيانات التي سطرت بالأحبار في بعض العواصم الأخرى، نحن سطرنا بيانات بالدماء وفي خنادق القتال، وبالتالي لا نستطيع ولا نسمح لأحد أبدا أن يقفز أو يتسلق على دماء شهدائنا وتضحيات أبنائنا أبدا. الشيء الواضح الذي يجب أن يسمعه الجميع ويدركه بأنه الجنوب كان يخضع تحت احتلال، وبالتالي كانت كافة القوات التي موجودة الأمنية والعسكرية تابعة للمخلوع، فبمجرد أن انتهت الحرب وانتصرت المقاومة الجنوبية أصبحت المعسكرات الأمنية والعسكرية وكافة أجهزة الدولة فارغة، لأن كل أجهزة كانت تابعة للمخلوع، وللأسف الشديد آتي مناطق شمالية عندما تمتثل الجنوبي. لكن المعركة التي أخاضها التحالف العربي والشرعية في عدن ضد الانقلابيين لم تكن لتحرير الجنوب، كانت لاستعادة الدولة. عندما تم دحر هذه بمساعدة دول التحالف العربي المشكورين الذين كانوا شركاء أساسيين في المعادلة العسكرية، أصبحت المقاومة الجنوبية بكل فصائلها واختلافاتها هي الواقع على الأرض، وبالتالي من حقهم أن يكونوا شركاء أساسيين في صنع القرار وفي إدارة الدولة. عندما تم تعيينهم في المناصب الحكومية لم يكن يعني كمنة من الدولة أو من الشرعية التي هي في الأساس ليست موجودة على الأرض، كانت كواقع مفروض، لأنهم في الأساس كانوا سيديرونها بشكل أو بآخر. طيب الأصوات السعودية الآن، الأصوات السعودية التي تتحدث سواء عن الإعلاميين السعوديين أو من هم قريبين من دائرة صنع القرار وتتحدث أنه يجب على العقلاء داخل الجنوب تأجيل أي معركة حتى ينتهي الانقلاب وتستعاد الدولة، كيف يفهم أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي هذه الدعوات السعودية والأصوات الخليجية والتي تقول أنه الآن هناك معركة مهمة هي استراتيجية ربما لدول التحالف العربي ولليمن ضد المشروع الإيراني، كيف يفهم هذه الأصوات؟ ببساطة جدا يفهم الأمر، طبعا الأصوات العادية المدنية للأفراد العاديين الذين لا يشكلون جهة رسمية هي تختلف من هنا هناك، نحن نسمع كثير هناك يؤيدون المجلس الانتقالي ويؤيدون استعادة الدولة الجنوبية على مستوى دول الخليج إجمالا، وبالمقابل هناك أصوات أخرى معارضة لهذا الأمر وتكيل من الاتهامات التي تسمعها وقد يكون لها بعض رسميا لم نسمع أي صوت رسمي خليجي يؤيد استعادة أو حصول فكر. هناك كثير من الأصوات، أنا تتكلم على بعض الصحفيين والإعلاميين والمحللين السياسيين والعسكريين من دول التحالف، أنا أقصد لك أنه هنا نحن لسنا موظفين لدى أحد من أجل نستأذنه ومتى التوقيت المناسب لدى أحد من أجل أن نخدمه أو لا نخدمه. إن وجدت هناك ضمانات حقيقية قدمتها بعض الدول للمقاومة الجنوبية ولرموز الجنوب فهنا نستطيع أن نتحدث في مسار واحد، لكن عندما يتم إعطاءنا الظهر وعدم التحدث معنا في قضيتنا فنحن بالواقع نحن موجودين على الأرض. عندما تعطى لأبناء الجنوب لأنهم سوف يكونون شركاء أساسيين، يا سيدي الحرب بدأت منذ سنتين، بدأت مفاوضات جنيف بعد الحرب بثلاثة أشهر، ومن ثم مفاوضات بيل، ومن ثم مفاوضات الكويت، لم يتم استشارة أو مشاركة أحد من الذين كانوا واقفين على الأرض، ومن تم مشاركتهم في تلك المفاوضات والتسويات السياسية هم من تم استنساخهم باسم الجنوب. طيب أستاذ أحمد تقول لسنا موظفين عند أحد ولن نسمح لأحد أن يدير لنا ظهره حتى يدعم أو لا للمجلس الانتقالي الجنوبي، كيف تفهمون لا. حينما وصلت القيادة الجنوبية إلى الرياض جاء هذا البيان من مجلس التعاون الخليجي، إدارة ظهر أم ماذا هذا الموقف؟ لا 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 لا، بالعكس الدعوة وصلت بعد أن تم تأسيس وإعلان المجلس الانتقالي، وبالتالي الدعوة تؤكد بأنه هناك انفتاح كبير جدا على هذا المجلس ولا يوجد تعارض. دول التحالف لديها أجهزتها الإعلامية والرسمية وكان بإمكانها إصدار بيان حول هذا الموضوع مثل ما أصدرت بيانات تجاه أي جهة أخرى. دول التحالف لا زالت تؤمن بأن هناك شريك أساسي على الأرض لا تستطيع أن تفك النقض العقود الشراكة فيما بيننا وما بينهم، لأنها تعرف تراهن على من وتعرف من حقق لها النص على الأرض وتعرف من قدم دماء أبنائه وتعرف أين ذهبت كل الأسلحة والدعم الذي وجهته وأين كان في أماكن أخرى، وبالتالي الدعوة هي عبارة سأخبرك بها بوضوح تماما، هناك بعض يعني البيانات أصدرتها الشرعية للدول المجلس التعاون على رأس المملكة العربية السعودية حول هذا الموضوع وتخوفاتها، فالمملكة أبدت دعوة لقيادة المجلس لتبديد هذه المخاوف ولإيضاح بعض النقاط المهمة حول هذا المجلس لا غير،
ومن ثم البحث عن نقاط الالتقاء الحقيقية والسير قدما في المشروع الأساسي الذي أتت من أجله دول التحالف العربي، وهو قطع وبتر أيادي إيران في المنطقة ممثلا بعلي عبد الله صالح والحوثي والمنظمات الإرهابية المتطرفة، وأيادي التي تؤمن بشعارات الوحدة أو الموت، وأيا كان من يؤمن بشعار الاحتلال مرة أخرى لأي أحد أو انتزاع إرادة في صف الشرعية على الأقل حتى في هذه الفترة يعتقد كما يفهم من مواقف منهم في صف الشرعية لم يعد وجود لشعار الوحدة أو الموت. هناك حديث الآن ربما عن يمن الاتحادي عن صيغة جديدة للوحدة وإنهاء الأزمات الحاصلة بين اليمنيين وخاصة منهم في صف الشرعية. أنقل الحديث إلى الدكتور نجيب غلاب في الرياض. دكتور نجيب غلاب، إذا ما عدنا مرة أخرى إلى فرص هذا المجلس بعد التطورات الأخيرة التي سارت، هناك من يرى في إعلان هذا المجلس شيء إيجابي بات لإخوتنا الجنوبيين الآن، قيادة موحدة، حامل سياسي معروف تحت مسمى المجلس الانتقالي الجنوبي. أولا، فكرة إعادة صياغة قيادة موحدة في الجنوب هي فقط القيادة المرتبطة أو المقتنعة والعاملة من أجل فك الارتباط، ربما هي الآن يعني موحدة، وبالتالي هو فصيل واحد لا يمثل الجنوب كل بشكل كامل. الشيء الثاني أنه هم من موجودين على الأرض، الرئيس هادي والحكومة الشرعية موجودة على الأرض في عدن وفي أبين وموجودة في حضرموت، وكانت شريك أساسي في عملية التحرير، وهذا رؤيتهم واضحة، هم يمثلوا الشرعية ويمثلوا أيضا مشروع اليمن الاتحادي. المجلس هذا سينتهي، لن يكون له دور إلا في حالة واحدة، أن يتحول إلى حامل سياسي وليس إلى مجلس انتقالي. حامل سياسي يعبر عن القضية الجنوبية، لكن بالأخير أنا أعتقد أنه لن يتمكن من توحيد كل الفصائل الجنوبية، هو بالإمكان أن يتحول إلى تيار سياسي حتى يطالب بالاستقلال لا مشكلة، أما أن يتحول إلى مجلس انتقالي لإدارة أمور الجنوب وتمثيله في الداخل والخارج، هذا مسألة يعني هناك من يرى فرص استمراره بالكبيرة والمهمة، خصوصا وأن له علاقة بالأرض والميدان كما يقول الأستاذ أحمد الصالح من يعني هذا طبعا هو يقول لنا علاقة بالأرض والميدان، الموجودة الآن في الميدان هي الشرعية ودول التحالف، وهو جزء من هذا من هذه المعركة الكبيرة. المسارات اللي يتجهوا بها بهذا الشكل هو كمسمى صحيح أن في الميدان الشرعية والتحالف العربي، لكن كأعلام على الأقل ضمن 85% من المساحة التي هي تحت سيطرة الشرعية هناك مساحة كبيرة لا يستهان بها أعلام الجنوب فيها. يا أخي هذا الواقع يقول بالفصيح أنه هناك تناقضات كبيرة داخل الجنوب، هذا يمثل فصيل، لكن فصيل يتجه باتجاهات صراعية، هذا الاتجاهات الصراعية تنقض أهداف المعركة كليا، المعركة الحالية عاصفة الحجر، بمعنى أنه اليوم المستفيد الوحيد ما يجري اليوم في عدن هو أطراف الانقلاب في صنعاء، كل بقية التنظيرات ليست إلا تضليل. طيب أنقل الحديث إلى ضيفي من الولايات المتحدة الأمريكية الأستاذ أحمد الصالح. إذن المستفيد الوحيد مما يحدث هو الانقلاب، هناك فرصة له ليتواجد مرة أخرى ربما بوجود هذه الدعوات. باعتقادك أستاذ أحمد الصالح اليوم، ما هي أولويات وأهداف التحالف العربي من معركة اليمن؟ دعني أرد على الأستاذ نجيب حول موضوع أنه الجنوب هناك في خلافات وتباينات. يا سيدي العزيز، النبي صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والرسل لم يجدوا إجماع كامل، عم النبي صلى الله عليه وسلم وأقاربه من كانوا أقاربه لم يجمعوا على ديانته وهو مرسل برسالة سماوية من السماء، فبالتالي فهناك يجب علينا أن نقرأ بدقة وأن يكون خطابنا منطقي وعقلاني وأن لا نهول من الأمر. لم تتفق يوم، لم يحصل إجماع وطني يوم في أي بلد من البلدان أبدا، نحن نتكلم على الغالبية العظمى وعلى السواد الأعظم، وهذا ما مثله المجلس الانتقالي الوطني، وبالطبع وفي كل عهد وزمان ومكان ومجلس يكون هناك تباينات واختلافات بسيطة جدا، لكن لماذا يرون إلى الأشياء الصغيرة جدا ويذهبوا ويتركون السواد الأعظم الذي إذا كانت السواد. المطالب عادلة ومشروعة، ما الذي يمنع أن يلتف كل أبناء الجنوب حول هذا المجلس؟ لأن هناك البعض يتحدث عن إقصاء لبعض القيادات التاريخية والمهمة والمؤثرة في المشهد الجنوبي، ولكن الأكثرية يتحدثون بأن هذا المجلس يمثلهم. هناك طيب هذه القيادة التاريخية لماذا لم نسمع لها مواقف واضحة تصرح تؤيد هذا المجلس حتى واضح الآن؟ الكلام يا سيدي العزيز واضح، نحن ندرك ونؤمن نحن في عهد القرن 21، وبالتالي هناك انفتاح كبير جدا إعلاميا على الجميع، والكل يستطيعون إصدار بيانات، كل القيادات الجنوبية صح، وصفحات الفيسبوك يعني لماذا لم نشهد حتى موقف على الفيسبوك؟ معارضة
المجلس في كيانه لذاته أو لمشروعه أبدا. هناك بعض التباينات والاختلافات وهذه ظاهرة صحية وطبيعية جدا. ولكن دعني أقول شيء بسيط جدا، الإخوة الذين يدعون الوحدة، الخطاب الذي يتبنونه اليوم المعادي للجنوب هذا لا ينم على ناس يحبون الجنوب أو أهل الجنوب، هذا خطاب معادي وخطاب لا يخدم الوضع الاجتماعي فيما بعد. نحن في كل الأحوال سواء كنا دولة أو اثنتين أو عشر دول بحاجة إلى خط تواصل مجتمعي بين الشعب وأفراد الشعب. الخطاب الذي يتبناه الوحدويون خطاب إقصائي وخطاب، لكن لا هناك خطاب جديد ربما خطاب عملي أكثر أفرزه الحوار الوطني، حديث عن صيغة يمن اتحادية أقاليم مستقلة تحكم نفسها بنفسها، صيغة جديدة ربما من الوحدة تتيح للجميع الفرصة في الحكم. نعم نعم نعم، هذه الصيغة تم طرحها لجهة معينة لم يكن أبناء الجنوب كإجماع شعبي ووطني شركاء فيها، فبالتالي نحن نقول في الجنوب طيب. وهذا صوت واضح. طيب ونحن نبحث في تأثيرة المواقف وردود الفعل على المجلس الانتقالي الجنوبي. أستاذ أحمد الصالح، كان هناك حديث عن خطوات لاحقة ستكون. نحن في الجنوب سنؤمن بحق تقرير المصير ويكون من ضمن الخيارات فيه مخرجات الحوار الوطني. لماذا يخافون هؤلاء من ذهاب الناس بطريقة ديمقراطية إلى صناديق الاقتراع؟ هناك تأييد كبير لمشروعية قضية أبناء الجنوب وأنه من حقهم إيجاد الصيغة الحقيقية والمثالية لحل القضية الجنوبية، لكن ليس الآن، يقول حتى تنتهي الانقلاب وتنتهي المعركة الحالية. من الذي يحدد أبناء الجنوب؟ نحن لسنا جزء من أحد. أبناء الجنوب عندما يكونون لديهم إجماع وطني على قيادة موحدة مثل ما حصل مع إدروس الزبيدي والمجلس الانتقالي يجب أن تتحدث طيب معهم. أستاذ أحمد، حتى نستفيد من الوقت، لم يعد لدينا سوى 4 دقائق من وقت الحلقة. حتى نستفيد من وقت الحلقة، لا يوجد من يمثل القضية الجنوبية والإرادة الشعبية الجنوبية غير إدروس الزبيدي والمجلس الانتقالي الوطني. طيب هذه النقطة واضحة، حتى نستفيد من ما تبقى من وقت الحلقة أستاذ أحمد الصالح اسمح لي. ولا إقصاء لهم، لكن نتكلم على من يسيطر على الأرض. تمام، اسمح لي حتى نستفيد من ما تبقى من 4 دقائق من وقت هذه الحلقة لك ولضيفنا الأستاذ الدكتور نجيب غلاب. هناك كان حديث عن خطوات لاحقة ربما لإعلان تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي، تشكيل مجلس عسكري وخطوات أخرى. هل هذه المواقف الخليجية ربما تحد وتؤجل وتجمد هذه الخطوات، أم ربما نشهدها وفق ما لديك من معلومات وأنت قريب من الإخوة في المجلس الانتقالي تقول لك التواصل المباشر، هل نتوقع خلال اليومين القادمين أو الأيام القادمة أن يكون هناك قرارات أخرى وخطوات لاحقة مفاجئة وصادمة؟ اجتمع برئاسة ناصر الخبجي وأصدر قرار بأنه يوم 21 مايو الذي هو يوم إعلان فك الارتباط ذكرى مظاهرة مليونية لمساندة المجلس الانتقالي تم الدعوة لها، هذا أولا. ثانيا، المجلس العسكري والمجالس المساندة لها في كل مكان يتم التجهيز لها، وهناك خطط ومسارات حقيقية يعملها على الأرض. لن يكون هناك أي قرار أو إجراء يؤذي أو ينخر في الشراكة ما بيننا وبين دول التحالف أو ضد يعني المد الإيراني. كل خطواتنا مدروسة. من صرح بخصوص تشكيل مجلس عسكري كان متسرع من القيادة الجنوبية الذين صرحوا بأنه سينشأ مجلس عسكري، كانوا متسرعين في التصريحات؟ لم يكن متسرعين مطلقا، هناك يعني خطاب إعلامي ويجب أن يقال هذا الكلام أمام نحن لا نشتغل تحت الطاولة، نحن نعمل علنا نهارا جهارا على أرضنا وبين شعبنا وبين أهلنا وبإجماع وطني، وبالتالي لا نعمل شيء خاطئ. نحن نتكلم على جهاز عسكري، نحن في الأساس مقاومة الجنوبية هي من يملك السلاح وهي من يقف على الأرض، نريد أن ننظم هذه المقاومة في إطار قوات مسلحة جنوبية لمكافحة الإرهاب ولمجابهة أي غزو أو تدخل إيراني مرة أخرى، وأيضا دعم الجبهات الأخرى القتال التي لازالت في بيحان وفي بعض المناطق الأخرى. وبالتالي عملنا واضح وجلي أمام الجميع، ولا نحرج ولا نخجل من العمل أمام الناس والقول والتصريح بذلك، لأننا نعمل وما نؤمن به بأنه صحيح وليس موجه ضد أحد. نؤمن بشراكتنا مع الآخرين، لا نعادي أحد، نحترم الشرعية، نحترم الرئيس عبد الرب منصور هادي وله كل الحب والاحترام والتقدير من كافة أفراد شعب الجنوب، ولكن أي قرارات تؤذي أبناء الجنوب أو تقصيهم أو تبعدهم عن مسارهم الحقيقي لن تكون في صالح الجميع، ويجب على الجميع قراءة هذا الواقع مثل ما قلت. ونحن نحتفظ بحب واحترام وتقدير مع أشقائنا في الجمهورية العربية اليمنية كمواطنين، ويجب عليهم أن يدعون خطوط رجعة لشراكة حقيقية بيننا كشعب وكمواطنين، لأنه في الأخير لن يصح إلا الصحيح. لن طيب. تفرض الوحدة على شعب الجنوب أو أي مشاريع لا يرتضيها شعب الجنوب إلا بموافقة شعبية جنوبية ليست مزيفة أو مستنسخة من قبل أي قوة أخرى. شكرا لك أستاذ أحمد الصالح المحلل السياسي، كنت معنا من الولايات المتحدة الأمريكية. أختم مع ضيفنا من الرياض الدكتور نجيب غلاب، إذا كان لك من تعليق على حديث الأستاذ أحمد الصالح وأيضا وجهة نظرك في السيناريوهات المحتملة والقريبة في المشهد اليمني. كنت أتمنى أنه يسمعني، لأنه كل الكلام اللي بيقوله فيه تناقض كبير جدا، وهذا دليل على ارتباك واضطراب هذا التشكيلات الآن مثل هذا المجلس الانتقالي، وحركة الارتباط هو متناقض مع نفسه ويدير معركة حتى مع نفسه، لا يدير معركة ضد الشرعية وضد التحالف. هذا المجلس الانتقالي والاتجاه باتجاه الانفصال لا
النتيجة لها إلا تفجير الجنوب وتحويل القضية الجنوبية إلى قضية تديرها سياسات الفوضى، وهذه السياسات أنا أعتقد لا تخدم إلا الحركة الحوثية. ما يجري اليوم في الجنوب بهذه الاتجاهات التي يتحدث عليها أحمد الصالح، أنا أعتقد أنها هدم للشرعية وهدم للتحالف العربي، هي هدم حتى لمصالح الإمارات وتحدي واضح للسعودية، هي وستقود إلى حالة فوضى. الرئيس هذه لديه قوة في الميدان متحركة ولديه أكثر من 5 ألوية، وهناك قوة مؤيدة للشرعية لديها قوة عسكرية موجودة. الاتجاه هذا هو اتجاه لتفجير الجنوب. يا دكتور نجيب، لو كان لدى الرئيس هذه تأثير في الميدان لما كان حصل ما حصل. لا 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 لا، لأنه نحن الشرعية تتعامل بهدوء ورزانة ولا تريد أن تحقق مطامع هذه التيارات المشكوك في سياساتها، لأنه بالأخير إذا حصل أي مشكلة اليوم داخل الجنوب من المستفيد الأول؟ هو تسليم اليمن، تسليم الشمال كليا للحوثية، يعني تسليمها لإيران، ثم الاتجاه جنوبا لإدارة معارك، بمعنى اليوم أنه يتم هدم المعركة من داخل الشرعية ومن داخل التحالف باسم سياسات فك الارتباط وباسم الجنوب وباسم هذا. لدينا الجنوب الجميع يقول أن هناك قضية وهي العمود الفقري للقضية الوطنية اليوم، وهناك مخرجات حوار واضحة. هم اليوم مضطربين، يتحدثوا عن انفصال، عن فك ارتباط، يتحدثوا عن عن احترام التحالف العربي، هذه كلها نتيجة الضعف والعجز. وبالتالي أنا أعتقد أن هذا المجلس الانتقالي سيتم إعادة ترتيب أوراقه بطريقة مغايرة، وهناك داخل الشرعية والتحالف ومع هذا المجلس سيكون هناك توافقات بما يؤدي إلى استقامة الأمور باتجاه استعادة الدولة. شكرا دكتور نجيب. أوضح بيان مجلس التعاون الخليجي. شكرا دكتور نجيب غلاب، رئيس مركز الجزيرة للدراسات العربية، وأيضا الشكر موصول لضيفنا من الولايات المتحدة الأمريكية المحلل السياسي أحمد الصالح. انتهت هذه الحلقة من زوايا الحدث، تحية طاقم البرنامج ومعدها الزميل ماهر أبو المجد.